ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل ذكري فلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Maka alhamdulillah ya Rabbana ya Maulana ya Ma'bud Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin fil awalin wa fil akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan zakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghini jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik Allahumma aghfir lana dhunubana
ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها واسع مدخلها ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلها بالماء والثلج والبرد اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيمي الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sebelum kita mulai membaca kajian dan pengajian kita tiap saat, tiap minggu, kita membaca suratul Fatihah sekali lagi, khusus mendoakan Bapak Toto yang saat ini kayaknya sedang dirawat ya di rumah sakit. Ya, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesembuhan dan terus diberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran khususnya Pak Toto dan juga Ibu Yayu, keluarga besar, senantiasa dalam kesabaran dan ketabahan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil arsyil azim nas'alunka antusfiyahu ai Bapak Toto. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, saya akan menyiapkan Al-Quran bacaan kita sampai surat apa ya kemarin itu terakhir? Hud. Surat Hud ayat 110. 9. Surat Hud ya. Benar. Surat 11. Surat 11. Ayat 9. 109. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala taku fi miryatim mimma ya'budu haulai ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'ahum kama ya'budu aba'uhum min qablu wa inna lamuwaffuhum nasibahum ghayra manqus ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وَإِنْ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Wa la tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya athumma la tunsarun. Wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafam minal layli innal hasanati yudhibna sayyati wa dhalika dhikra lidhakirin. Wasbir fa inna allaha la yudhi'u ajral muhsinin. Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyati yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum wattaba'al ladzina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Silakan Bu Nasirman memulai ayat 118 ya. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس
kaukabau wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Shadaqallahul alim. Silakan Bu Anita melanjutkan. Ya Bu, sambung. Bu siapa Bu Anita apa Bu Tony? Bu Tony aja dulu. Ya, silakan Bu Tony. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya bunayya la taqsus ya fa ala ikhwatika fa ya ibulaka kaida. Inna syaitana lil insani aduhum mubin. Wa kazalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadisi wa yutimmu ni'matahu alaika wa ala ali Ya'qub kama atammaha ala abawaika min qablu Ibrahim wa Ishaq inna rabbaka alimun hakim. Laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatul lisa'ilin. Iskolu la Yusufu wa akhuhu ahabbu illa abina minna wa nahnu usbatun minna abana lafi dolalim mubin. Iktulu Yusufa abina minna ulakum wajhu abikum wa takunu bimba bihi kauman solihin. Kola kongo ilum minhum la takunu Yusufa wa alkuhu fi nyoyati nyoyabatil jukbi yaltakit kuba dusai ya auti intum wa ingin kalu ya abana malaka la ta'mannau ala Yusufa wa inna lahu lanasi wa inna manjang wa inna lahu arsilhu ma'ana hodayar ta'wa yal'am wa ayal abwa inna lahu lahafidun. Qala inni la yahdununi an tazhabun bihi wa aqafu ayya kulahu kuzhibu wa antum anhu ghafilun. Qalu la imka qalu la imka lain akalahu bi'bu wa nahnu uswatun inna ilal khasirun. Sadaqallahul alim. Silakan Bu Anita. Ya, saya Bu Anita. Ya, Bu Anita. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma zahabu bi wa asma'u ayyaj'aluhu fi ghayabatil jub. Wa'auhayna ilaihi latunabbi annahum bi amrihim haja wa hum la yashmurun wa jaa
وأباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق فتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المحتعان على ما تصفون وجاءت سيارة Sayyaratun wajahat sayyaratun wa antla dalwa ya burkoh hazan ulam wa astaru bibu'an wallahu alimun bima وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ جَفْتٍ وَقَفَاهُ مَعْبُودًا فَهُمْ فِيهِ مِنَ الرَّاهِدِينَ